إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موضوع اليوم دائما كما وعدتكم هي من توجد داك، هذه الشركة العالمية، الشركة الهولندية المعروفة عالميا. كان موضوعنا الماضي على الداك، الموضوع تاع اليوم هو على ملتي فيتامين بي12. ان شاء الله غنعمل لكم موضوع على الامراض التنفسيه ان شاء الله، وعلى موضوع ثاني غافي مهم جدا لبعض الامراض، منها الامراض التنفسيه وايضا هذا المنتوج. هذا كامل ايضا منتوج خاص بامراض الكبد. هذو كامل ان شاء الله راح نعمل لكم عليهم مواضيع. موضوع اليوم هو الملتي فيتامين او بي12. بالنسبه للملتي فيتامين، هو الملتي فيتامين فيه الكثير من الفيتامينات اللي يحتاجها الطائر تاعك، على طول العام، لان نقص في بعض الفيتامينات للطيور تاعك راح يكون مرض، او راح يكون حاجه خطيره بالنسبه للطائر تاعك. يعني نقص الفيتامينات راح تخلصها غاليه، لذلك لتفادي هذا المشكل عليك بهذا المنتوج. بسم الله ما شاء الله، ملتي فيتامين بي12 متواجد في الأسواق الجزائرية. بسم الله ما شاء الله. طريقة الاستعمال هي نصف حبة، يعني حبة تعمل لك أسبوعين. نصف حبة في 50 ملل ماء في المشربية تاع الطائر تاعك، تقدمها في يوم من أيام الأسبوع. يعني إذا أعطيت في هذا الأسبوع الأحد القادم زيدت مد، يعني يوم واحد 24 ساعة فقط كافية لطيورنا بإذن الله. تعطى طول العام، كل أسبوع مرة واحدة، يعني كل أسبوع عندنا 24 ساعة للطيور تاعنا. مفيدة جدا. ان شاء الله تستعمل هذا، لما تستعمل هذا المنتوج ان شاء الله الطائر تاعك مش راح يكون مريض طول العام. الطائر تاعك راح يكون جاهز باذن الله في وقت الجهوزيه. الطائر تاعك راح يكون ناشط طول العام. الطائر تاعك راح يكون البيض تاعو مخصب. الطائر تاعك مش راح يصعب عليك باش تداويه. تشوف هنا خوتنا ثاني، تشوف الطائر تاعك موش مليح، موش قادر ياكل، وبداه التسييف، تعطيه الميتي فيتامين. وهذه هي باذن الله. ان كانت لك اول مشاهده في هذه القناه لا تنسى ان تشترك فيها وتفعل الجرس. نذكر خاوتنا ان عندنا بث مباشر كل خميس للاجابه عن اسئلتكم فيما يخص امراض الطيور، او فيما يخص التجهيز، او فيما يخص التزاوج. باذن الله كل خميس راح نجاوبوا على الاسئله تاع خاوتنا السابعه ونصف مساء بتوقيت غرينتش، الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر. بإذن الله كل خميس راح نكون معكم في بث مباشر في هذه القناة للإجابة عن أسئلتكم، للإجابة عن تساؤلاتكم فيما يخص المواضيع، أو فيما يخص الطيور بصفة عامة. فإن أصبنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.